يعني الأحكام التي حكم عليها أو حكم بها الأسرى الأردنيين هي أحكام مبالغ فيها، مبالغ فيها بشكل كبير، ولا يعني من يعني عندما يعني واحد تحكي 67 مؤبد، 67 يعني آلاف السنوات، آلاف السنوات بتحكي عن 11 مؤبد مرعي أبو سعيدة، بتحكي عن يعني خمس مؤبدات لمنير مرعي، بتحكي عن هشام الكعبي كما أسلف في التقرير أربع مؤبدات، في عندنا محمد الرماوي، في عندنا عمار حويطات، في عندنا هاني خمايسي، كل هؤلاء مؤبدات. هؤلاء يعني إذا أتينا للواقع مثلا، حتى يعني نحن في القانون الدولي، في القانون يعني المحاكمات أو القانون الذي يعني يحسب عدد السنوات يحسب 25 سنة للمؤبد. ممكن أنه إذا جينا حسبنا أغلب الأسرى الآن بوصلوا 18 سنة في سجون الاحتلال الصهيوني، مدة القضاءهم يعني الآن أمضوا في معتقلات الاحتلال الصهيوني حوالي 18 يعني سنة، كمل المؤبد، يعني باعتبار كمل المؤبد الأول. فالآن إذا أنت حتى لو بده يعاقبهم، هو لو بده يعني يعطيهم العقوبة كاملة، هيك هم أنهوا العقوبة. فإحنا موقفنا قوي في الأردن أنه نطالب في أسرانا، شو ما كان موقف يعني موقف الحكومة منهم أو موقف الاحتلال منهم، إحنا بنطالب في حرية أسرانا لأنه هم بيستحقوا الحرية بداية، لكن كمان على أرض الواقع إحنا بنطالب في إشي متاح، أنه أنا ما برضى في الحكم اللي هو بيحكمه، ما برضى في الحكم المؤبد اللي هو مدى الحياة، أنا عندي حكم وفي قانون دولي. هذول أسرى مش أسرى يعني واقعين تحت الاحتلال، هم أسرى وإلهم دولتهم، إلها سيادتها، لازم يكون في مراعاة لهذه الدولة وقوانينها ومراعاة للقوانين الدولية، وإنه يتم الإفراج عنهم. إحنا هاي يعني المبادرة اللي بادر فيها سعادة النائب بتوجيه مذكرة للحكومة مطالبة بعقد صفقة تبادل، هذا أكدها الشارع من بعد النائب ومن بعد اللجنة، أكدها الشارع وفي مطالبته أنه كل الناس اليوم في الأردن بتحكي بدنا صفقة تبادل، ما بدنا أولادنا يروحوا بالأكفان، أولادنا يعني إحنا يعني جهود الخارجية، وخصوصا بعد الرسالة المسربة يعني صحيح من أسرانا، صحيح اللي هي يعني أسرانا في خطر، بالضبط، رسالة قوية ورسالة، نعم، رسالة فيها وجع، رسالة فيها يعني ألم كبير. إحنا بنحكي عن أسرى بيعانوا مش يوم ويومين، بيعانوا من سنوات طويلة في سجون الاحتلال الصهيوني، إحنا بنشوف شو اللي بيمارسوا عليهم الاحتلال الصهيوني، إحنا ما بنحكي من فراغ إنه بدنا أولادنا يروحوا، إلنا ما بدنا يروحوا بأكفان، لأنه كانت يعني سابقة في موضوع الشهيد سامي أبو دياك اللي وصلنا كفنه. يعني طبعا إحنا بنشكر جهود الخارجية اللي استطاعت أنها تحضر جثمانه للأردن ويدفنوه بأهله بكرامته ويدفنوه على ثرى الوطن يعني الحبيب. لكن سعادة النائب ما بننسى المنظر أنه الكفن على كتافك كان محمود، نعم يعني كان لك أيضا جهد كبير طبعا. فإحنا يعني اللي بنحكيه أنه في إهمال طبي متعمد بحق الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، وهذا إشي مش مخفي الآن، إشي واضح. أنا عانيت منه هذا الإهمال الطبي وأثناء وجودي في سجون الاحتلال الصهيوني، لليوم بعاني منه. أسرانا في عمر عطاطرة الآن بعاني من مرض لحد الآن ما بنعرف شو التشخيص اللي له، ولا بعطوه علاج مناسب. نفس الشيء محمد الرماوي محكوم بالمؤبد كمان في عنده مرض، وللآن ما في تشخيص واضح لمرضه وحالته الصحية. الأسير في سجون الاحتلال الصهيوني ممكن إنه إذا راسه وجعه، إذا صارت عنده مشكلة في طحونته، إجوا بدهم يعالجوه بتسوء حالته الصحية وبتتردى من سيء لأسوأ، وممكن هاي تأدي بحياته، إنه ما بعطوا علاج مناسب، ما بنعرف شو المادة أسلوبهم بالعلاج يعني أو يعني شو هدفهم بالنهاية. يعني أنا بصدق في معلومات يعني استفيد منها كنواب نثير هذا الموضوع، نعم. يعني وجودك الطيب المشكورة يعني قالوا لكم أنا ما بعرف في تفاصيل يعني ممكن هذه يا ريت تحطونا بالصورة فيها، نعم. إحنا من طرفنا يعني ونكمل جهودكم الرائعة، نعم. نثير إحنا من طرفنا يعني والله بكون إن شاء الله إذا إحنا هاي قضية الأسرة، يعني قضية الأسرة ما بتظهر في الشارع وما بنحقق فيها إنجاز إلا بتضافر كل الجهود.